السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح كونكت بلس برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي الترم الثاني، وكنا بنشرح يونت 9 الوحدة التاسعة at the market في السوق، وده الجزء الثاني. وهنكمل مع بعض شرح يونت 9 وهنحل جزء من كتاب الاكتيفيتي بوك، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا نفتح كتاب كونكت بلس على بيج 37 او صفحة 37 علشان نبتدي نشرح الجزء الثاني. وهنا في البيج دي بيعرفنا بعض الكلمات وبيراجعها معانا، واحنا كنا اخدناها المرة اللي فاتت. هنا بيدينا بعض الاكزامبلز علشان نحلها مع بعض. اول حاجة هنا في البيج دي بيقول لنا learn words. learn يعني تعلم، words words الكلمات، listen استمع، read اقرأ، and say ثم قل. فاحنا هنستمع للكلمات وانا بنطقها، وبعدين انتوا هتقولوها ورايا وهتقرؤوها، وبعدين هنقولها كلنا مع بعض. اول حاجة كلمة sell. sell يعني يبيع. sell 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 يعني يبيع. repeat after me. sell sell sell. buy 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 يعني يشتري. buy buy buy. pay 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 يعني يدفع. pay pay pay. طبعا لما انا باجي ادفع اي فلوس ده اسمه pay. need 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 يعني يحتاج. need need need. reset 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 يعني إيصال. طبعا هنا أصحابي ال P silent ما بتتنطقش. reset 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 يعني إيصال. coin 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 كوين يعني عملة معدنية، اللي هو زي الجنيه الفضة اللي احنا بنستخدمه كلنا. كوين كوين كوين. ليست 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 يعني قائمة. ليست 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 list يعني قائمة، وأي قائمة إحنا بنكتبها بنكتب فيها حاجات معينة دي اسمها list. bag 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 يعني حقيبة يعني شنطة. bag bag bag. فإحنا كده قلناهم وسمعناهم مع بعض، ياريت نقولهم مرة تانية. انا هقول الكلمة وانتوا تقولوها ورايا. sell 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 sell. buy 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 buy. pay 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 pay. need need
need need reset 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 coin 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 list 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 bag 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 bag. وبكده نكون انهينا الجزء الاول من البيج دي يا اصحابي، ونتنقل الجزء التاني مع بعض. وهنا بيزي بي بتقول لنا find find يعني اوجد and write the words write the words وبعد كده اكتب الكلمات. فهنا مدينا تيبل فيه مجموعة من الحروف زي ما احنا شايفين قدامنا ومجموعة صور حوالين التيبل ده. المفروض احنا هنشوف كل صورة ونطلع اسمها بالحروف بتاعتها من التيبل ده، وبعدين نكتب اسمها تحت الصورة بتاعتها. وأول صورة يا أصحابي هو حطت لنا فيها صورة السيدة دي، وفيها طبعا حاجات هي كانت محتاجاها وكانت عايزة تشتريها، ومكتوب تحت الصورة دي حروف كلمة need need يعني يحتاج. وهو عمل لنا هنا circle في التيبل بيعبر لنا ان هو حدد الحروف بتاعت الكلمة ونقلها وكتبها تحت الصورة علشان يعرفنا ازاي بنحل المثال ده. فهو حلل لنا اول واحدة وهي كلمة need. تعالوا نروح نشوف number two. طبعا number two فيها صورة bag او حقيبة او شنطة زي ما احنا عارفين. فتعالوا نشوف حروف كلمة bag. طبعا احنا عارفين ان كلمة bag بتتكون من BAG. تعالوا نشوف هنا كده BAG. شاطرين، ادي حروف كلمة bag BAG فاحنا حددناهم. تعالوا نعمل حواليهم سيركل جميلة. عملنا حواليهم السيركل بتاعتنا، نكتب هنا كلمة bag زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تالت صورة فيها صورة الست دي. الست دي بتبيع للناس، ده هي seller او بياع بتبيع لهم بعض البضائع. فيبيع يعني سل. طب ايه هي حروف كلمة سل يا اصحابي؟ شاطرين، S-E-L-L سل. سل يعني يبيع. تعالوا نشوف حروف كلمة سل هنا ونعلم عليها ونكتبها. شاطرين، ادي سل S-E-L-L. نعمل حواليها سيركل. شاطرين، ونكتب هنا سل يبيع S-E-L-L. شاطرين كلكم يا اصحابي. طب في الصورة نمبر 4 او في الصورة رقم 4 موجود فيها الست دي والبنوتة الصغيرة والست دي، وهما مع بعض في الصورة وهما بيشتروا منها حاجة. هي يعني هما رايحين يشتروا منها حاجة. فالمفروض يشتري يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، يشتري يعني باي. باي يعني يشتري. طب ايه هي حروف كلمة باي يا اصحابي؟ بي يو واي. شاطرين كلكو. طب تعالوا نشوف حروف كلمة باي هنا ونعمل حواليها سيركل. شاطرين، ادي باي باي بي يو واي. باي يعني يشتري. تعالوا نعمل حواليها سيركل ونكتب حروفها. ادي باي، عملنا حواليها سيركل ونكتب هنا باي. باي يعني يشتري. وبكده نكون حلينا الصورة نمبر 4. طب في الصورة نمبر 5 فيها العملة المعدنية دي او الكوين. كوين يعني عملة معدنية. تعالوا ندور على الحروف بتاعتها ونكتبها مع بعض. دي اول مجموعة من الحروف في التيبل هنا يا مستر. C-O-I-N كوين. C-O-I-N. شاطرين، يبقى نعمل حواليها سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا.
وبعدين نكتب هنا الحروف بتاعتها COIN coin، وبكده نكون حلينا الصورة دي. طب في الصورة number 6 موجود فيها صورة إيصال أو ريسات، ريسات أو إيصال، وهو حتى كتب لنا هنا فوق في نفس الصورة جوه الصورة إن ده ريسات، ريسات أو إيصال. تعالوا ندور على الحروف بتاعة كلمة ريسات ونعمل حواليها سيركل وننقلها هنا كمان. شاطرين، ادي حروف كلمة ريسات R E C E I P T، ريسات، ريسات يعني إيصال. نعمل حواليها سيركل وننقل الحروف بتاعتها هنا كمان، ونبقى كده حلينا الصورة دي. ونقول مع بعض ريسات، ريسات يعني إيصال. وآخر صورة نمبر 7 فيها حد بيكتب قائمة، واحنا عارفين قائمة يعني ايه يا أصحابي؟ شاطرين، قائمة يعني ليست، ليست يعني قائمة. فبالتالي احنا هندور مع بعض على الحروف بتاعت ليست أو قائمة ونكتبها مع بعض. شاطرين، ادي الحروف بتاعت كلمة ليست أو قائمة L I S T، نعمل حواليها سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا، ونكتب هنا حروف كلمة قائمة أو ليست L I S T. وبكده نكون حلينا الجزء ده من البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 38 أو صفحة 38، وفيها جزء خاص بالريدنج. لازم نتدرب يا أصحابي على الريدنج ونتعلم نقرأ مع بعض واحدة واحدة، هنتعلم كويس وهنلاقي الموضوع أسهل بمرور الوقت. المهم ان احنا نحاول، ومرة في التانية هنلاقي الموضوع بقى أسهل بكتير. فهنا reading، reading يعني القراءة، وهنا busy bee بتقول لنا look، انظر، listen، استمع، and read، read وبعد كده اقرأ. فأنا هقرأ الباراجراف ده، وعايزكوا تقروا كل حاجة ورايا واحدة واحدة، عينكوا ورايا على كل حرف وكل كلمة، شوفوا بتتقري ازاي، وبعد كده عايزكوا تقروها مرة تانية لوحدكم، تمام؟ فأول حاجة مكتوبة هنا I am نسمة، I am نسمة، أنا نسمة. I am at the market، I am at the market، أنا في السوق. With my family، with my family، مع أسرتي. My mom has a list، my mom has a list، والدتي أو أمي معها قائمة، قائمة بالحاجات اللي هم عايزين يشتروها يعني. We need potatoes and carrots، we need potatoes and carrots، نحن نحتاج بطاطس وجزر. We buy potatoes and carrots and we put them in the bag. We buy potatoes and carrots and we put them in the bag. احنا اشترينا البطاطس والجزر ووضعناهم، we put them، وضعناهم، in the bag، in the bag، في الحقيبة. We need dates and bananas، we need dates and bananas، نحن نحتاج البلح والموز. We buy dates and bananas and we put them in the bag، we buy dates and bananas and we put them in the bag. احنا اشترينا البلح والموز ووضعناهم، we put them in the bag، in the bag، في الحقيبة، في الشنطة. We pay for our food، we pay for our food،
نحن ندفع من أجل طعامنا، احنا بندفع تمن الأكل اللي احنا اشتريناه، الطعام اللي احنا اشتريناه. وبكده احنا عملنا look و listen وكمان عملنا read. تعالوا نشوف في الجزء التاني بيزي بي بتقول لنا ايه. بيزي بي بتقول لنا هنا read اقرأ، again again يعني مرة تانية، check write اعمل علامة write او true، the food they buy، the food they buy الطعام اللي هم اشتروه. فهو مطلوب منك ان احنا نقرأ الباراجراف ده تاني والحاجات اللي هم اشتروها او الفود اللي هم اشتروه، فهنعمل عليه علامة true او علامة صح. فانا اول صورة موجود فيها الواترميلون، الواترميلون او البطيخ. تعالوا نشوف الباراجراف هنا موجود فيه واترميلون، هم ما اشتروش واترميلون، هم اشتروا potatoes and carrots، واشتروا كمان dates and bananas، فما اشتروش الواترميلون، فمش هنعمل عليها علامة true. طب الصورة اللي جنبها موجود فيها الديتس او البلح، شاطرين هم اشتروا الديتس، we buy dates and bananas، يبقى هم اشتروا الديتس فعلا، فهنعمل هنا علامة true او صح. طب هنا جنبها صورة فيج او تين، هل يا ترى هم اشتروا فيج او تين؟ شاطرين هم ما اشتروش فيج او تين، فبالتالي مش هنعمل عليها علامة true. طب هنا في صورة البوتيتوز، البوتيتوز او البطاطس، هل يا ترى هم اشتروا بوتيتوز؟ we buy potatoes and carrots، احنا اشترينا البطاطس والجزر، فهم فعلا اشتروا البوتيتوز، فنعمل عليها علامة true او علامة صح. طب الكاروتس، الجزر، هل يا ترى هم اشتروا كاروتس ولا لا؟ شاطرين هم اشتروا الكاروتس، we buy potatoes and carrots، فهنعمل عليها علامة true. طب اخر صورة فيها صورة البناناز، البناناز او الموز، فهم يا ترى اشتروا البناناز ولا لا؟ we buy dates and bananas، احنا اشترينا الديتس والبناناز، فهم اشتروا بناناز فعلا، فهنعمل عليها علامة true. وبكده حددنا الفودز اللي هم فعلا اشتروها. ونتنقل الجزء الثالث في البيج دي، وبيزي بي بتقول لنا هنا اصحابي draw ارسم and write واكتب about the market عن السوق. فهنا هنرسم صورة للسوق والحاجات الموجودة في السوق، الجودز المختلفة، وهتكتب هنا my name، اسمي is، هو هتكتب هنا اسمك my name is، بعد كده مكتوب I am at the market with مين؟ لو انت مع مامتك هتقول with my mom، لو انت مع باباك with my dad، فهتكتب هنا اسم الشخص اللي معاك وانت في الماركت. انت راسم هنا صورة في الماركت للماركت وانت موجود فيه وحد من اسرتك معاك، يا اما your mom يا اما your dad يا اما الفاميلي كلها، وهتكتب with my family. الستيتمنت اللي بعد كده ومكتوب فيها we need، نحن نحتاج، وهتكتب اسم الحاجات اللي انتوا عايزينها، potatoes and carrots، dates and bananas، watermelon and fig، اي حاجة من الحاجات اللي ممكن تشتروها من السوق. وبعد كده اخر حاجة I like انا احب، واكتب هنا اسم الحاجة اللي انت بتحبها، سواء كانت fruits او فواكه او vegetables او خضروات، هتكتب اسمها هنا في اللاين ده. وبكده نكون انهينا البيج دي، وبكده نكون انهينا درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.